السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده نتكلم مع بعض على جزء جديد في الفيميل جينيتال سيستم اللي هو diseases of body of uterus. برضو بالنسبة للجزء ده هنركز على حاجات مهمة وأجزاء بتتسأل دايما في الإيه في الجزء بتاع الأمراض ده بتاع البادي بتاع اليوترس. يعني هنبدأ مع بعض بموضوع مهم أوي في ال diseases ده، الانفلاميشن أو inflammatory conditions. أول حاجة في الانفلاماتوري conditions بتاعت البادي بتاع اليوترس اسمها puerperal sepsis او حمى النفاس، اسمها كده برضو عايزين نعرف يعني ايه بيربيريم، ده عبارة عن ايه، او اسمها حمى النفاس. ماشي. الفترة بتاع النفاس دي طبعا اللي هي بعد الولادة على طول، ماشي، اللي هي الاربعين يوم اللي بعد الولادة، ماشي، بيسموها الفترة بتاعت النفاس. ايه الفترة دي؟ ان الرحم بيرجع لحجمه الطبيعي تاني، ماشي، الرحم بيحصل له حاجه اسمها انفريوشن او بيرجع لحجمه الايه الطبيعي، فدي اسمها الفتره بتاعت البيربيريم او النفاس. تمام. يعني كلمه النفاس دي مش مرض، النفاس دي هي الفتره اللي بعد الولاده. خلاص. طيب سيبسس يعني انفكشن، ماشي، هي اكيوت سيبريت انفلاميشن بيحصل في اليوترس او في الاندوميتريوم بعد الايه الفتره اللي هي فتره الايه الولاده. ده اكيوت سيبريت انفلاميشن اوف يوترس فولوينج ليبر، الولاده يعني، او ابورشن او بعد الايه الاجهاض. يعني الرحم برضو سواء اجهاض او كان في حمل عادي، الرحم بحجمه ايه كبير في الفتره اللي هي بعد الولاده بيقل الايه الحجم بتاعه. ماشي. طيب فبص اقول لكم حاجه، بيقول لك معلومه كده مهمه، اني فيفر within 14 days after labor or abortion، ماشي، is considered puerperal sepsis until proved otherwise. بيقول لك ايه، اي سخونيه بتيجي في الفتره اللي هي بعد اسبوعين اللي هم بعد الولاده دول، ماشي، تعتبر حمى نفاس الى ان يثبت الايه العكس. يعني بتعامل بمبدا الايه الاسوأ زي بيقولوا. خلاص. ليه؟ لان الحمى النفاس دي ممكن تقتل، تعمل سيفير توكسيميا وبايميا وسبتسيميا وحاجه يعني زفت قوي بالنسبه للحمى الايه النفاس دي. فعباره عن اكيوت سيبريت انفلاميشن بيحصل في اليوترس فولوينج ابورشن او ايه او ليبر. تمام. اللي بيعمله ده سيبرتيف، يبقى بايوجينيك. ايه بايوجينيك؟ بكتيريا. من اهم البايوجينيك بكتيريا اللي بتعمله اللي هي الستريبتوكوكس هيمولاتيكس والاشريشيا ايه كولاي او اني اذر ايه بكتيريا، بس دول اشهر اتنين ايه ممكن يعملهم حمى الايه النفاس، اللي هي ستريبتوكوكس هيمولاتيكس واشريشيا ايه كولاي. طيب سؤال بقى دلوقتي بالنسبه لليوترس ده، ايه اللي هيوصل له البكتيريا دي بالمنظر ده؟ بص معايا، والله في كذا طريقه. ايه هي؟ ممكن اندوجينس. يعني ايه اندوجينس؟ دي من الفيميل نفسها، في عندها مثلا ايه انفكشن في الفالفا او في الفاجينا او بلاد بورن انفكشن يوصل لحد الايه اليوترس، يبقى الروت بتاع الانفكشن ممكن البكتيريا توصل لليوترس من الفيميل جينيتالي نفسها اللي حوالين اليوترس، او من الدم فالفا او فاجينا او بلاد بورن ايه انفكشن، او اكسوجينس اثناء الولاده او عمليه الاجهاض استعملت مثلا ادوات مش معقمه او جوانتيات مش معقمه، ماشي، دي بيؤدي برضو ايه لانفكشن. فالانفكشن ما يبقى اندوجينوس او ايه اكسوجينوس. اندوجينوس من البادي نفسه بتاع الفيميل، سواء من الجينيتاليا نفسها فالفا او فاجينا، او جاي عن طريق الدم. اكسوجينوس يعني جاي لها من ايه، من انفكتد اثناء الولاده نفسها او فتره الادوات المستعمله او الجوانتيات المستعمله مش معقمه كويس، فممكن تنقلها لايه البكتيريا في الايه في الرحم. طب ادي حاجه. طب الرحم عامل ازاي؟ في acute separate inflammation، يعني بتلاقي اليوترس enlarged و congested و edematous و soft. وتيجي تبص كده على الايه على اليوترس من جوه كده، في purulent ايه purulent exudate، وفي purulent discharge بينزل منين؟ من اليوترس. في صديد بينزل من قلب الايه اليوترس، يعني منفوخ ومحمر ومليان صديد من الاخر يعني، وبينزل منه الايه الصديد. تمام. طيب microscopically acute inflammation congested blood vessels inflammatory edema acute inflammatory cells و pus cells. مفيش جديد خالص فين في الميكروسكوب، يعني هو عبارة عن acute separate inflammation بيحصل فين في اليوترس وخلاص. ماشي. فmicroscopically هو عبارة عن acute inflammation يعني congested blood vessels. تمام. في inflammatory edema وفي polymorph nuclear leukocytes، ونحط معاهم كمان في ايه ديد بوليمورف اللي هي من هنا الباس ايه الباس سيلز. طب ايه رايكم واحده عندها اكيوت سيبرت انفلاميشن فين في اليوترس بالمنظر ده؟ ماشي. البكتيريا ممكن تطلع سموم سيفير توكسيميا، ماشي، وممكن تموت من ايه من توكسيك مايكاردايتس، ممكن القلب يقف. ايه تاني؟ البكتيريا والتوكسين تخش في الدم سبتسيميا. ايه تاني؟ اليوترس ده في فينز ماشي في الجدار بتاعه، خلاص، يحصل ايه سيبتك ثرومبوفلوبايتس في اليوتراين فينز،
والامبولاي الثرومباي او الانفكتد ثرومباي دي يحصلها ديتاتشمنت وتعمل سيبتيك امبولاي، تلف في السيركوليشن وتعمل خراريج في اجزاء تانية من الجسم اسمها بايميا، يبقى توكسيميا. توكسين بس دخل في الدم توكسيميا، سيفير توكسيميا كمان على فكره يعني، ماشي. طب توكسين وبكتيريا سيبتسيميا. طب حصل انفلاميشن في الفينز وجلطات والجلطات اتفتتت وجريت بايميا، خلاص. طيب ده بالنسبه للايه، او ممكن يحصل سبريد بقى للاورجز اللي جنبها، يعني مثلا اللي جنب اليوتراس البريتونيوم اليوتراين تيوبز الاوفري، ماشي. فبصوا هنا كده يبقى الكومبليكيشن جنرال كومبليكيشن توكسيميا سيبتسيميا وثرومبوفلبايتس في اليوتراين فينز ويعمل بايميا، ادي واحد. ايه تاني؟ بص بقى، ينتشر الايه الانفكشن من اليوترس يخرج بره، النسيج اللي جنب اليوترس ده الكونكتيف تيشو اللي جنب اليوترس اسمه باراميتريوم فبيسموها باراميترايتس، يروح على اليوتراين تيوب سالبنجايتس، ويمكن يمتد للاوفري نفسه يعمل حاجه اسمها تيوب اوفريان ابسس، ماشي كلام، يعني ابسس واخد اليوتراين تيوب والايه والاوفري. ممكن يروح على البريتونيوم اللي محوط اليوترس بيريتونايتس، فدي كلها سبريد دايركت سبريد للانفكشن للسراوندنج ايه تيشوز اللي حوالين اليوترس الكونكتيف تيشو بتاعه، ماشي، اسمه باراميتريوم. والبيريتونيوم نفسه بيريتونايتس طبعا سيبتك بيريتونايتس طبعا، وعلى اليوترين تيوب الاوفري سالبنجايتس، وممكن يعمل حاجه اسمها تيوب اوفريان ايه ابسس او خراج كده اليوترين تيوب مع الايه مع الاوفري. ده بالنسبه للايه للموضوع اللي هو اسمه البيربورال سيبسس. وما تنسوش اني فيفر او اني فيبرايل كونديشن يعني سخونيه يعني فولوينج ليبر او ابورشن باي ويذن تو ويكس، يعني اي حاله سخونيه بتفولو الابورشن او الليبر في خلال اسبوعين تعتبر حمى نفاس بيربورال سيبسس until proved otherwise. طيب ده بالنسبه لاول موضوع في الـ في الـ في اليوترس في البادي بتاع اليوترس، هو الايه الانفلاميشن الانفلاماتوري كونديشن واشهرها اللي هي البيربورال ايه البيربورال سيبسس، او دي تقريبا اللي احنا بنشوفها فين او الجماعه بتوع الناس اللي بيشوفها في اليوترس يعني. طب في حاجات تانية في بقى، بص معايا كده، implantation of endometrium in abnormal sites. هو دلوقتي اليوترس عامل ازاي؟ اليوترس عامل كده، ده الجدار بتاع اليوترس اهو، ماشي تمام. طبعا الجدار الخارجي ده عباره عن muscles، ده الميوميتريوم بتاعه العضله بتاع السموث muscles بتاعته، وبعدين المفروض هنا البطانه بتاعه اليوترس اللي هي دي الاندوميتريوم، ده عباره عن endometrial ايه endometrial جلاندز ومعاها الليمفوسايتس موجوده في قلب الايه الاندوميتريوم ده. طيب ده بالنسبه لليوترس، ايه بقى اللي حصل؟ هي يعني الاندوميتريوم النورمال سايت بتاعه اللي هو اللايننج بتاع مين بتاع البار بتاع اليوترس ده. طب ايه بقى ابنورمال امبلانتيشن اوف اندوميتريوم او اندوميتريوم في ابنورمال سايت يعني فين؟ قال لي والله بص ممكن الابنورمال سايت دي تبقى في اليوترس نفسه، يعني الاندوميتريوم ده يتوغل في وسط الماسل فايبر، ماشي، او الاندوميتريوم ده يخرج بره اليوترس خالص. طيب لو الاندوميتريوم ده دخل في وسط الماسل فايبر، ماشي، فبيسميها ادينو مايوزس. يعني ايه ادينو؟ جلاند وسط المصل، مايوزس ادينو مايوزس، فهنا الاندوميتريوم دخل في قلب الميوميتريوم، ماشي، ادي مشكله. طب المشكله الثانيه الاندوميتريوم ده يطلع بره اليوترس خالص وامبلانتد في اكسترا يوتراين ايه سايتس، ماشي، فبيسموها اندوميتريوزس. يا بص معايا، انا في عندي دلوقتي حالتين الاندوميتريوم بيبقى موجود في ابنورمال ايه سايتس، يا اما الابنورمال سايت ده في اليوترس نفسه، ماشي، قلت ما اليوترس ده لا، يعني هو النورمال هو البطانه بتاع الايه اليوترس نفسه، لما دخل في وسط المسل فايبر ده ابنورمال، ماشي، فدي اسمها ادينو جلاند مايوزس في وسط المسل. طيب الاندوميتريوم ده خرج بره اليوترس خالص، تمام كده، في على الاوفري بقى في البريتونيوم على الانتستين، ماشي، دي بنسميها اندوميتريوزس، اسمها اخوانا ايه؟ اندوميتريوزس. طيب وبرضه بالاندوميتريوز دي ممكن تبقى ليها كذا منظر، ممكن تبقى بلفيك واكسترا بلفيك، ماشي، هنشوف بقى لسه الايه الحوار بتاعها عامل ازاي. بص معايا كده هنا، نبدا كده بموضوع اول موضوع ان هو الاندوميتريوم يتزرع في قلب الايه في قلب الميوميتريوم، دي اسمها ادينومايوزس، اسمها اخوانا ايه؟ ادينومايوزس. طيب يبقى ده امبلانتيشن اوف اندوميتريال جلاندز ان مايوميتريوم، ماشي. طيب اليوترس عامل ازاي في الحاله دي؟ قال لك والله يبقى اللارجد ديفيوز للارجد، تمام كده، عامل زي الكوره كده خلاص، وتلاقي الليومن بتاعه سليت لايك، عامل زي الايه زي الخط كده رفيع قوي، وتلاقي في قلب الميوميتريوم نفسه بتشوف تبص على العضله نفسها في سيست كده ونست اوف اندوميتريال جلاندز، في فراغات كده صغيره كده اللي هي الابنورمال اندوميتريال جلاندز. وخلي بالكم من حاجه ان الجلاندز دي اندر جو سايكليك تشينج زي بتاعت مين؟ زي الاندوميتريوم بالظبط مع هرمونال تشينج اللي بيحصل ده، فمن ضمن التغيرات اللي بتحصل في منستريويشن فالاندوميتريال جلاند بيحصل منها نزيف،
ماشي بالمنظر ده، او يعني الايه الاندوميتريم ده بيحصل فيه زي شيدنج ونزيف كده، فبيعمل هيموراجيك فوكاي كده في قلب الايه في قلب اليوترس بالمنظر ده. يبقى اليوترس ديفيوزلي انلارجد، وبتلاقي فيه سيست ونيستس اوف اندوميتريال جلاندز موجودين في قلب الميوميتريم within myometrium. الليومن بتاع اليوترس بقى سليت لايك كده، عامل زي الخط كده ماشي، وفي هيموراجيك ارياز كده موجوده في قلب الايه في قلب الميوميتريم ماشي، نتيجه التغيرات الهرمونيه اللي بتحصل فين او المينستر ولا تشينج اللي بتحصل في قلب الايه الاندوميتريال جلاند الموجوده دي. تمام. طيب حتى برضو في عندكم في الكليه جار لي المنظر ده، بص المنظر عامل ازاي، هو ده الجار ده بتاع الادينومايوزس. فبص اليوترس عامل زي الكوره بالظبط، تمام، هو طبعا مقطوع نصين. بص اليومن عامل ازاي يا اخوانا، اكنه واحد حته كوره مقطوعه بسكينه كده، ده اليومن اصلا ماشي. طبعا الجلاند طبعا مش باين هنا قوي لان بقى له سنين في الفورمالين، لا فيها مرج ولا بتاعه يبان. فبقول لك هو ده منظر اليوترس ديفيوزلي انلارجد اليوترس ماشي، واليومن عامل ازاي سليت لايك اليومن كده، عامل زي الايه زي الخط كده. طبعا هو في عندكم كذا جار في المعمل عندكم بالاندومتريوز بالمنظر ده، قصدي بالادينومايوز. تمام كده. طيب مايكروسكوبيك اللي هنشوف ايه برضه، شريحه عندكم بص المنظر عامل ازاي. طبعا احنا خدنا ايه مقطع فين في الجزء ده كده عشان نشوف الايه المنظر ده عامل ازاي. فيبان عندي الاندوميتريم اهو، ده الاندوميتريم وده المايوميتريم، والجانكشن بين الاندوميتريم والمايوميتريم بنسميه اندو مايوميتريم جانكشن، اللي هو ده الحته دي اسمها كده اندو مايوميتريال ايه جانكشن. وبتلاقي في وسط المسل فايبر بص المنظر عامل ازاي، في اندوميتريال جلاندز موجوده بالمنظر ده، في ناس في اندوميتريال جلاند موجوده في وسط المسل فايبر. طيب اللي احنا هنشوفه بقى هنا في حته بس في الكتاب او عايز اوضح لكم حاجه بالنسبه للجزء ده. بص احنا لما نيجي نبص بالميكروسكوب ده الفيلد بتاعي ماشي، طبعا لو انا ببص باللو باور ده اسمه اللو باور فيلد، يعني لما تيجي تبص بعينك كده في الميكروسكوب الدايره انت بتشوفها ديت ده اسمها باللو باور اسمها اللو باور فيلد، اللي هو المجال اللي انت بتشوفه ده. تمام. بيقول لك لو انت جبت شريحه ادينومايوزس هتشوف المنظر ده كده. ايه بيقول لك ان الاندوميتريال جلاندز بينها وبين الاندومايوميتريال جانكشن ده ات ليست وان لو باور فيلد، يعني تيجي تبص كده هنا يعني ما تلاقيش الاندومايوميتريم ده الاندوميتريم النورمال اندوميتريم والابنورمال جلاند في فيلد واحد، لا يعني انا مثلا كده ببص بالفيلد لقيت الاندوميتريال جلاندز، بعدين نزلت تحت شويه لقيت المسل فايبر، ادي فيلد كامل اهو ما فيهوش جلاند ماشي، ده الاندوميوتريال جانكشن ودي الابنورمال جلاند. فالمسافه الاقل مسافه من الابنورمال جلاند اللي هي الامبلانتد جلاند دي والجانكشن بتاع الاندوميوتريال مايوتريم 1 لو باور ايه فيلد. هنا مثلا هخش جوه شويه كده، انا الحته دي هنا اكتر من لو 1 لو باور فيلد مش مشكله، بس اهم حاجه ما يبقاش اقل من ايه من لو باور فيلد، دي اسمها ادينومايوزس. طيب ماشي. ايه المشاكل بتاع الادينومايوزس دي، ايه المشاكل بتاعتها بتعمل ايه يعني؟ بصوا معايا. طبعا عايز اقول لكم حاجه، طالما في حاجه ابنورمال كده محشوره في قلب المسل فايبر اي كونتراكشن بيحصل في اليوترس بيعمل الم، بيعمل ايه الم بين. تمام كده. ليه؟ نتيجه اثناء كونتراكشن بتاع اليوترس بيحصل الم نتيجه الابنورمال جلاند اللي محشوره في قلب الايه المايوميتريم دي، فبتعمل مشاكل مع الكونتراكشن بتاع المسل فايبر نفسها، بتعمل ايه سيفير بين. فبص معايا، اول حاجه العيانه بتشتكي منها ان في بيلفيك بين، الم فين في الحوض، ادي واحد بيقول لك في بطنها بتوجعها من تحت اسمها كده، يقول لك يا دكتور بطني بتوجعني من تحت، ده اسمه بيلفيك بين. يعني حاجه تانية، بص اليوترس ده اثناء المنستريشن بيحصل ايه، هو المفروض ان في المنستريشن بيحصل شيدنج للسوبرفيشال لير بتاع الاندوميتريم وبيحصل بليدنج. تمام. ايه اللي بيوقف البليدنج؟ الكونتراكشن بتاع المسل فايبر، يعني الكونتراكشن نفسه. طبعا في بلاد فيسل موجوده في قلب اليوترس هنا كده، مع الكونتراكشن اثناء المنستريشن بتوقف بتقلل الايه البليدنج. فايه اللي هيحصل دلوقتي؟ بص معايا، اولا في الم تمام وبيزيد قوي مع الفتره بتاع الايه بتاع المنستريشن. ايه تاني؟ ان بيحصل السيفير بليدنج اثناء المنستريشن اسمها مينوراجيا ماشي، اكسسيف منستريشن. ليه؟ قال لك الكونتراكشن بتاع المصل غير كامل فبيعرفش يقفل الايه البلاد فيسل ده، بيبقى عندها حاجه اسمها مينوراجيا اكسس منستريشن او برولونجد ايه منستريشن. تمام كده. حاجه تانية، الم اثناء المنستريشن اسمها ديسمينوريا. يا بص معايا، مينوراجيا يعني اكسس اماونت اوف بلاد اثناء الايه المنستريشن، ديسمينوريا الم اثناء المنستريشن. طب ليه الالم؟ عشان في مسل فايبر، في جلاند وسط المسل فايبر، فبتبقى في بينفول اثناء الكونتراكشن نفسه. ليه مينوراجيا؟ عشان المسل فايبر مش عارفه تعمل ايه، تقفل على البلاد فيسل، مش عارفه تعمل كومبليت كونتراكشن فبتقفلش الفيسل، فبيحصل ايه سيفير بليدنج. ايه تاني؟ يقول لك ممكن انفيرتيليتي ماشي. طبعا اليوترس بالمنظر ده مش مؤهل ان يزرع فيه الايه الجنين، يعني شوف اصلا اليوم بقى عامل ازاي اصلا
ماشي تقريبا شبه مقفول خالص، فممكن يؤدي لايه؟ لانفرتيليتي برضو، ما يحصلش حمل. تمام. طب وحاجه تانية ديسبارونيا. ايه ديسبارونيا دي؟ ده الم اثناء السكشوال انتركورس. بص يا جماعه، اثناء السكشوال انتركورس اليوترس في الفيميل بيعمل كونتراكشن، بيعمل ايه؟ كونتراكشن. تمام كده. طب تخيل بقى ان في جلانز موجوده وسط المسل فايبر، ماشي، فبيحصل ايه اثناء ما يحصل سيكشوال انتركورس مع الكونتراكشن بتاع اليوترس؟ بيحصل الم اثناء الايه؟ اثناء الكويتس او السيكشوال ايه؟ انتركورس. يبقى دي اسمها ديسبارونيا. اسمها اخوانا ايه؟ ديسبارونيا. يبقى احنا دلوقتي كده الموضوع كله الم، بيلفيك بين، ماشي، ديسمينوريا، ديسبارونيا، بيلفيك بين، الم عام يعني وجع مغص كام في ايه؟ في بطنها من تحت، ماشي، الم اثناء المنستريشن ديسمينوريا، الم اثناء الانتركورس السيكشوال انتركورس اسمها ديسبارونيا، ماشي، الرحم مقفول خالص انفيرتيليتي، ماشي، واكسسيف بليدنج اسمها مينوراجي. تمام كده. طيب ده بالنسبه للايه؟ لموضوع اسمه ادينو مايوزس. اسمها اخوانا ايه؟ ادينو مايوزس. موضوع تاني برضو بالنسبه للاندوم ابنورمال اندوميتريال امبلانتيشن، ده برا اليوترس بقى، يعني كان جوه اليوترس سميناه ايه؟ ادينو مايوزس. تمام كده. طيب خارج اليوترس اسمها اندوميتريوزس. اسمها اخوانا ايه؟ اندوميتريوزس. طب واحد يقول طب هو خارج اليوترس فين؟ بص معايا، الاندومتريوزس ممكن تكون داخل البلفس او خارج البلفس، يعني ممكن تبقى بلفيك اندومتريوزس او اكسترا بلفيك اندومتريوزس. طيب ايه الاماكن اللي ممكن الاندومتريوم ده يتزرع فيها؟ وبرضه نعرف كمان شويه ليه. بص معايا، ايه اللي بيخليه يتزرع في الاماكن دي؟ يعني وجينا مثلا هنا في الايه، ده اليوترس اهو شايفينه. طبعا المفروض ان الاندومتريوم داخل مين؟ بطانه اليوترس نفسها، ماشي. طيب دلوقتي ايه اللي حصل؟ دي اليورينال بلادر، ده اليوترس، ورا من هنا ده الريكتوم. خلاص يقول لك ايه؟ الاندوميتريوم يتزرع بين الايه؟ بين اليوترس والايه؟ والريكتوم بالمنظر ده، في حته اسمها الدوجلاس باوتش او اسمها الريكتو فاجينال باوتش. ده ريكتوم، ده فاجينا، بينهم كده في الريكتو فاجينال ايه؟ باوتش، في اندوميتريوم موجود في قلب المنطقه دي. ممكن يبقى في الايه؟ في على جدار المثانه نفسه، في الاندوميتريوم نفسه. شوف منظره عامل ازاي، البروتونيوم نفسه كده عليه كده يتكون ايه؟ اندوميتريال جلاند بالمنظر ده. طيب ايه تاني؟ ممكن في الفاجينا نفسه، بصوا، او في الفالفا من تحت خالص، في عند مخرج الفاجينا كده، او عند المدخل بتاع الفاجينا من تحت، على الاربطه بتاع اليوترس نفسها اليوتراين ليجامنتس، ماشي، على الاوفري وبتعمل حاجه اسمها شوكولات سيست، البريتونيوم المحوط اليوترس نفسه عليه في اندوميتريال جلاندز موجوده، ماشي. كل ده في البلفس، كل ده فينها؟ في سواء فالفا، في الفاجينا، في البلفيك بريتونيوم، على الاوفري، على اليوتراين ليجامنتس، ماشي، في الباوتشز اللي بين الفاجينا والريكتوم او على المثانه من فوق، ماشي، من بره كده اسمها الايه؟ كلها اسمها الاندو ايه؟ بلفيك اندومتريوز. او بره البلفس خالص بقى يخش على البطن مثلا، فين؟ في الابندكس، ماشي، في الانتستين عموما، يعني في اشرنا طبعا الابندكس، او في السره اسمها امبلايكال اندومتريوزس، او لو واحد عمل عمليه في بطنها كده بتلاقي الجرح نفسه، السكار بتاع الجرح نفسه، لابراتومي اسمها، لابراتومي، الفتحه في البطن اسمها لابراتومي، يعني بتلاقي فيها ايه؟ اندوميتريال تيشو. او ممكن فيري رير تلاقي في اللنج، وفين؟ وفي الليمف نودز، ماشي، بتلاقي فيه اندوميتريال تيشو. واقول لكم حاجه، ساعات في الكدني، ماشي، في النوز، انت متخيل المنظر عامل ازاي؟ وعلى فكره الاندوميتريوم ده اندرجو سيم سايكليك تشينج زي بتاعت مين؟ اليوترس بالظبط، زي اللي جوه اليوترس. يعني بتلاقي مثلا، اقول لكم حاجه، في حاجه غريبه بتحصل، طبعا مش موجود كتاب الكلام ده في الكتاب عندكم، يعني مثلا بتاعت النوز دي، تخيل يقول لك ايه؟ واحده عندها اندوميتريوم في النوز، تمام، يقول لك ان الست دي بيجي لها ابستاكسس او بليدنج فروم النوز ديورنج منستريشن. انتوا متخيلين المنظر؟ ممكن في الكدني نفسها، في الكدني، فيقول لك ايه؟ الكدني يحصل فيها اندوميتريوزس. طبعا حاجات نادره جدا المواضيع دي كلها، ماشي، فيقول لك بيحصل لها هيماتوريا ديورنج منستريشن. تمام. ده في الايه؟ ده في النسبه للايه؟ للجزء ده. طب لو في البريتونيوم والحاجات دي كلها، طبعا في الاوفري بتعمل حاجه اسمها شوكليت سيست، يعني بتلاقي كده ايه؟ سيست كده موجوده في الاوفري ولونها بني. ليه؟ من نزيف. النزيف ده بيطلع منه حاجه اسمها هيموسيدرين، وبيعمل ايه؟ لون براونش كده في قلب الايه؟ الاوفري نفسه، على السيرفس كده من بره، اسمها شوكليت سيست. فين؟ في الاوفري. في الاندوميتريوم مع البليدنج اللي بيحصل ده، بيحصل زي ايه؟ ادهيجن، هيموسيدروزس وادهيجن. تمام كده. بيؤدي برضو لايه؟ الفايبروزس في قلب الايه؟ في قلب البريتونيوم. برضو عايز افرق على منظر ليها كده، بصوا شكلها عامل ازاي. يعني هنا مثلا دي الامبلايكس اهي، ودي اسمها لابوراتوم سكار، شوف شكلها عامله ازاي. تمام. في برضو حالات زي كده، بصوا، يعني مثلا تلاقي السره نفسها طلع فيها ايه؟ اندوميتريال تيشو اهو، دي اسمها امبلايكال اندوميتريوزس. جرح مثلا في البطن، شوف منظرها عامل ازاي،
في اللي هو الاندو ايمتريوزس، شايفين الكتله الصغننه دي اسمها لابوراتوم سكار، الجرح بتاع البطن ده ماشي. دي واحده كانت عامله قيصري وفتح لها كده بالمنظر ده، شايفين عامله ازاي، دي برضو اندو ايمتريوزس. هنا برضو نفس الكلام في السره اهي، شايفينها بص هنا بتنزف اهي، شايفين المنظر عامل ازاي. تمام، ده بالنسبه للايه، طبعا هي دي الواضحه قوي من بره يعني. في الاوفري برضو لو عمليه مثلا شوف المنظر ده، اليوترس دي اليوتران تيوب وده الاوفري، بص على الاوفري عامل ازاي، في حاجه بني كده موجوده كده، سيست كده موجود على الاوفري، طبعا دي كبيره قوي، شايفينها لما جينا طلعناها بقى وفتحناها بالمنظر عامل ازاي، تلاقيها عامله كده من جوه ماشي. في حاجه عامله زي الشوكولاته كده اسمها شوكليت ايه سيست، ده عباره عن ايه، ده هيموريج اولد هيموريج وبتاع، وهي مصدرين بيدي لون بني كده فبيسموها شوكليت ايه سيست، عامله زي النوتيلا كده جميله خالص. المهم يعني ده بالنسبه للايه، للاندوميتريوس. طب واحد يكتب ليه يعني، هو جت منين دي، هو ده تيومر؟ لا مش تيومر، دي اندوميتريال تيشو واندر جو بيتعرض للسايكليك او بيحصل له سايكليك تشينج بالظبط زي بتاعت مين، زي النورمال ايه اندوميتريوم. ففي نظريات هو مش عارفين، هو لا واحده عندها في الصوره المنظر ده في جرح مثلا بالمنظر ده تم كده في اللنج او ايا كان في الليمف نودز غريبه جدا، فقال لك طب ايه السبب يعني، ايه السبب بتاع مين بتاع الموضوع ده. قال لك هو نظريات ثيوريز، ايه الثيوريز دي بقى، بص معايا كده هنا والله في ثلاث نظريات ماشي. بيقول لك بيحصل معاهم الاندوميتريوز، فقال لك والله ممكن اللي طبعا اليوترس عامل كده ودي اليوتران تيوب ماشي وده الاوفري، المفروض الاندوميتريوم ده موجود فين، داخل اليوترس، فقال لك ممكن اثناء المنستريشن الاندوميتريوم بيتحرك جوه تيوب ماشي، بيحصل حاجه اسمها ريجورجيتيشن داخل اليوتران اي تيوب مع الكونتراكشن بتاع اليوترس وبتاع اثناء المنستريشن، فالاندوميتريوم بيروح داخل في قلب التيوب ويتزرع على الاوفر، يطلع في قلب الايه، في قلب البلفس من بره ماشي. فبيسموا النظريه دي تيوبال ريجورجيتيشن اند امبلانتيشن ثيوري، يعني الاندوميتريوم طلع من بطانه الرحم مع اثناء المنستريشن ودخل في قلب التيوب ارتجاع يعني ماشي، واتزرع فين، في الاوفري او في البلفيك ايه بريتونيوم ماشي. فدي اسمها تيوبال ريجورجيتيشن ايه اند امبلانتيشن ثيوري. تمام، طب واحد يقول لا، طب اقول ممكن ميتابليزيا، يعني البريتونيوم نفسه حصل له ميتابليزيا وقلب باندوميتريوم، فده اسمها ميتابلاستيك ثيوري ماشي. تمام، وخلي بالك بالنسبه للتيوبر ريجورجيتيشن ده والميتابلاستيك ثيوري دي يعني ايه، بتوضح لك ازاي الاندوميتريوم ظهر في البلفس او في منطقه البطن عموما يعني. فيعني ديت طب بتاع اللنج ده دي ما تنفعش معايا يعني، هي معلش هيطلع من اليوترس ويخش على التيوب ويروح على اللنج فوق ازاي يعني، ما تجيش طبعا ماشي. فبالنسبه لنظريه التيوبر ريجورجيتيشن والامبلانتيشن ثيوري دي والميتابلاستيك ثيوري اللي هو الميتابلاستيك تشينج بتاع البريتونيوم دي، يعني بتوضح ان ممكن تبقى يعني توضح اسباب ان الايه، ازاي الاندوميتريوم كان في البلفس يعني، سواء بقى في الريكتوفيزيكال باوتش او ايا كان. تمام كده، او على الاوفري مثلا. طيب بتاع اللنج بقى وزي ما قلنا والنوز والامبلايكس والحاجات الغريبه دي، قال لك ممكن بقى ايه نظريه ثالثه اللي هي ايه، فاسكولار او ليمفاتيك ديسيمينيشن ثيوري، عام زي يكون الاندوميتريوم دخل في الفيسلز او الليمفاتكس وانتشر لاجزاء ايه بعيد عن الايه، عن اليوترس خالص ماشي. دي برضو نظريه، ودي بترجح الاكسترا بلفيك بقى اللي هي الايه بره البلفز خالص، ازاي الاندوميتريوم راح للايه الاماكن الثانيه دي ماشي. ودي كلها نظريات، هل فعلا حاجه شفناها؟ مفيش. وقال لك في ريسك فاكتورز بقى، يعني ايه لو واحده جالها اندومتريوز فممكن ايه بنتها تجيلها، بنت اختها تجيلها ماشي. فقال لك في جينيتك فاكتور في الموضوع ده، وفي هرمونال برضو، الناس اللي عندهم هرمونال ديستربنس عموما برضو ممكن يجي لهم اندو ايه متريوزس. او في علماء يقول لك ايه ممكن ايمينولوجيكال فاكتورز بتزود الريسك بتاعت مين، الاندو متريوزس. انما هل انت شفت سبب فعلي؟ محدش شاف حاجه ماشي. تمام، بيقول لك يعني ايه، لو مثلا ان في مثلا ممكن تلاقي واحده وبنتها مثلا جالهم اندوميتريوزس مثلا، فقال لك ممكن يبقى في جينيتك فاكتور هنا ماشي. فهي واحده عندها لخبطه في الهرمونات وجالها اندوميتريوز، قال لك ممكن يبقى هرمونال. واحده عندها ايمونولوجيكال ديس اوردر وعندها اندوميتريوز، فهو مش شايف حاجه، فيقول لك احتمال ده يكون الايه، ده يكون السبب في الايه، في الاندوميتريوز. فهمتوا المنظر عامل ازاي؟ طيب ده بالنسبه للايه، للنظريات. هو قال لك ايتيولوجي بس هي نظريات فعليا يعني، للايه، للاندوميتريوز. طيب واحدة عندها اندوميتريوزس ايه اللي ممكن يحصل؟ بص معايا. طبعا بيقول لك الباثولوجيكال فايندنج اللي انت هتشوفها في الايه، في الحالة دي ايه؟ ماشي؟ انت هتشوف سواء في اي مكان حصل فيه اندوميتريوزس بتلاقي سيستيك ليجنز ان افكتد سايتس ماشي؟ بتلاقي مثلا في الامبلايكس او غيره، زي ما احنا شفنا كده مثلا هنا الامبلايكس اهي راحت فين؟ بص عامل ازاي؟ عامل سيست كده، سيستيك ليجنز سواء في الامبلايكس او في الاوفري او ايا كان ماشي؟ وال فيها اولد هيموريج وبتعمل حاجه زي شوكليت ايه، شوكليت سيست زي بتاع الاوفري بالظبط.
طب مايكروسكوبيكالي عباره عن اندوميتريال جلاندز بتعمل نفس السايكليك تشينج بتاع النورمال اندوميتريوم، وفي هيموريج وهيموسيدرين ايه ديبوزيشن. تمام كده، مفيش جديد يعني، هي اندوميتريوم موجود في قلب الايه الاورجان ده وخلاص ماشي. والاندوميتريوم ده بيأندرجو السيم سايكليك تشينج زي الاندوميتريوم اللي موجود في بطانه الايه الرحم بالظبط. طيب ايه المشاكل بتاعه الاندوميتريوزز، هتعاني من ايه الست دي او ايه الايفكت بتاعتها؟ بصوا معايا بقى كده ماشي. برضو في حته هنا، هو يا اخوانا المفروض ان الاندوميتريوم ده او المنستريويشن تمام كده بيحصل امتى؟ اثناء الحمل في منستريويشن مفيش ماشي، ليه؟ الهرمونات عاليه خلاص. طب لو واحده بتاخد حبوب بعد الحمل برضو ممكن توقف المنستريويشن. طيب لو واحده وسط سن الياس مفيش منستريويشن خلاص، فقال لك الاندوميتريوزز دي اثناء الحمل بتقف ماشي، ريجريس ماشي تمام كده، مفيش تغير مفيش سايكل تشينج بتحصل. ما هو اليوترس اصلا بيبقى ثابت على تغير معين في اثناء الايه الحمل، بعد سن الياس ما عادش في هرمونات اصلا تمام كده، فبايه لك الاندوميتريوزز بت ايه بت ايه بترجريس بتقل يعني. واحده بتاخد حبوب زي منع الحمل وحاجات زي كده برضه بيحصل ريجريشن للايه للاندو ايه متريوزز دي. فقال لك ان الاندوميتريوزز برضه معلومه ليكم ريجريس مع الحمل مع سن الياس مع الكونتراسيتيف زي النورمال اندوميتريوم بالظبط ماشي. كلام بيحصل فيه ايه؟ بيقف المنستريشن في الايه في الحالات دي. طيب كومبليكيشن بقى، الم الم ازاي؟ قال لك عامه زي ما خدنا في الادي الميوز، بطنها عندها مغص من تحت بلفيك بين ماشي. ايه تاني؟ طبعا الاندوميتريوم ده ممكن على جدار اليوترس من بره خلاص كده، يبقى عامل ايه؟ بينفول كونتراكشن اوف يوترس ديسبارونيا اثناء الايه سيكشوال انتركورس، painful defecation ماشي يعني بين اثناء الريكتوم ورا اليوترس مش كده. احنا قلنا في الريكتو فاجينال باوتش في هنا اندوميتريال تيشو ماشي، الاندوميتريوم اللي على جدار الريكتوم ده مش هيمنع اثناء الكونتراكشن بتاع الريكتوم بيحصل الم اسمها ديسكيزيا painful defecation. ممكن على جدار المثانه من بره painful micturition dysuria ماشي، الرحم مش عارف ينقبض اثناء المنستريشن كويس dysmenorrhea اسمها كده dys ايه ها dysmenorrhea. يبقى احنا عندنا دلوقتي في مغص عام كله ألم بلفيك بين ماشي، وانقباض في painful contraction في اليوترس. طب اليوترس بينقبض امتى؟ اثناء السكشوال انتركورس اثناء منستريويشن. فقال لك بين اثناء الانتركورس اسمه ديسبارونيا، بين اثناء منستريويشن اسمه ديسمنوريا. طب لو الاندوميتريوم على جدار المثانه من بره او الريكتوم مش عارف ينقبض كويس ماشي، او بيحصل ألم اثناء الكونتراكشن بتاعه تمام كده، فألم اثناء الديفيكيشن ألم اثناء الايه الميكتوريشن ديسكيزيا ديسيوريا. تمام ايه تاني ماشي؟ والله لو جه على الاوفري ممكن يعمل قلنا شوكليت سيست خلاص كده، ودي حتى قلنا في الاوفريان سيست النانو بلاستيك في شوكليت سيست في الاوفري في حالات الاندو ايه ميتريوزس ماشي. ممكن انفيرتيليتي ماشي مع الادهيجنز اللي بتحصل والشوكليت سيست بتاع الاوفري والكلام ده كله، ممكن يحصل ايه انفيرتيليتي في 30-40% منين من الحالات ماشي. طيب ده بالنسبه للايه. ممكن بقى كمان اندستاينال ديس اوردرز، يعني طبعا تخلي بالكم ان الاندوميتريوم ده مزروع في قلب البريتونيوم من تحت ماشي، فمع النزيف والهيموسيدرين اللي بيطلع ده بيحصل فايبروزس وممكن يعمل انتستاينال ايه اوبستراكشن. طبعا يبقى دلوقتي ممكن يقفل لك التيوب بالفايبروزس يبوظ الاوفرز فممكن يحصل انفيرتيليتي، ممكن يعمل ايه انتستاينال ادهيجن وايه نتيجه البريتونيال فايبروز اللي بتحصل دي. دي برضو دي مشاكل ايه بتاعت الاندوميتريوز تمام. طيب هننتقل لموضوع تاني بقى ايه الابنورمال بروليفريشن للاندوميتريوم نفسه بقى بيحصل فيه ايه. بص معايا، يبقى هنا ابنورمال امبلانتيشن اوف اندوميتريوم خلاص كده، يا اما في المايوميتريوم هنا قلنا في حالتين عندنا جوه المايوميتريوم في اليوترس نفسه اسمها ادينوميوزس، خارج اليوترس خالص اسمها اندوميتريوز. والاندوميتريوز دي ممكن تبقى في الحوض او خارج الايه او خارج الحوض ماشي. طيب ده بالنسبه الاول ايه للموضوع الثاني اللي هو ايه ابنورمال امبلانتيشن اوف اندوميتريوم او امبلانتيشن اوف اندوميتريوم ان ابنورمال ايه سايتس. طيب ابنورمال بروليفريشن اوف اندوميتريوم ماشي، تعال نشوف بقى المنظر عامل ازاي. اخر موضوع في الفيديو ده النهارده اللي هو اسمه اندوميتريال هايبر بليزيا. بص معايا، طبعا كلمه هايبر بليزيا يعني انكريز جروث اوف سيلز مش كده تمام. في الهايبر بليزيا انكريز سايز اوف ان اورجان ديو تو انكريز نمبر اوف اتس كومبوننت ايه سيلز، فالنمو بتاع الخلايا بيزيد. هنا النمو هيزيد فينها الاندوميتريوم، اندوميتريال جلاند بيحصل لها بروليفريشن
هايبربلازيا، ابنورمال بروليفريشن في الاندوميتريال جلاندز. طيب بيحصل امتى الكلام ده كله؟ بيحصل في سن الياس، ماشي، يعني ايه في بدايه سن الياس كده او بعدها في المينوبوزال وومن يعني عموما يعني. تمام. طيب كلينيكال ايه اللي بيحصل؟ السي دي عندها ابنورمال يوتراين بليدنج، ماشي، او ساعات بنسميه ديس فانكشنال يوتراين بليدنج. يعني ايه يا جماعه ديس فانكشنال يوتراين بليدنج؟ يعني اما ان الدم بينزل باليوترس بكميه كبيره جدا، مينوراجيا وارجولار، اسمها متروراجيا، يعني مش دوره منتظمه كده زي ما بيحصل في الايه في السن العادي، ماشي، او في اليونج ايه في اليونج ايج. خلاص كده ده اسمه ديس فانكشنال يوتراين بليدنج او ابنورمال يوتراين ايه بليدنج. يا اما بقى يكون زياده في الافرازات، زياده في البليدنج اسمها مينوراجيا، او الريجولار بليدنج اسمها متروراجيا، او الاثنين مع بعض. يعني هو الريجولار بيحصل على فترات مش منتظمه وبينزف بتنزف بكميات ايه بتنزف بكميات كبيره. طب ايه السبب؟ دايما بص الاندوميتريوم ده خلل هرموني، يعني مشاكل الاندوميتريوم عموما بتبقى خلل ايه هرموني، ده الاشهر يعني. خلاص ماشي، هرمونال ديستربنس او هرمونال امبالانس بيحصل. وايه السبب؟ المفروض ان في السن الياس بيقل الاستروجين، بيقل مين؟ الاستروجين. الاوفرز خلاص يعني بتشطب، الفوليكلز بتخلص وبتشطب الايه الاوفرز، ما عادش فيه ايه استروجين بيطلع من الماتيروجرافيان فوليكل او من الفوليكولر فيز بتاع الاوفر يعني، ماشي. فاللي بيحصل يا سيدي بيفضل عندها الاستروجين بكميات ايه بكميات كبيره، او عندها استروجين نسبته عاليه اثناء سن الايه او اثناء الفتره بتاعت سن الياس دي. تمام. فهي بيقول لك ان الايتيولوجي بتاعها هرمونال امبالانس وذ انكريز استروجين، انكريز وبرولونجد لفتره الايه لفتره طويله. طيب طب ايه اللي زود الاستروجين؟ يعني واحده زي دي ايه اللي زود لها الاستروجين؟ بص معايا، اول حاجه في ممكن يقول لك ايه المفروض في بدايه سن الياس كده، ماشي، بيحصل حاجه اسمها انوفيولاتوري سايكل، ريبيتد انوفيولاتوري سايكل. يعني ايه؟ المفروض يا جماعه ان في عندنا في حاجه اسمها الماتيروجرافيان فوليكل، المفروض ان هي بترابشر، ماشي، ويطلع البويضه منها وبعدين تتحول لحاجه اسمها الجسم الاصفر او الكوربس ايليوتيم، اول ما تبقى الجسم الاصفر يطلع منه حاجه اسمها بروجستيرون. خلاص اللي حصل بتتكون الفوليكل زيت وبترابشرش، ماشي، فقال لك ايه انوفيولاتوري سايكلز، فبتفضل الفوليكل موجوده عماله بتطلع في الاستروجين بتطلع في الاستروجين بتطلع في الاستروجين بتطلع في الاستروجين بكميات كبيره قوي، فبيسموها ريبيتد انوفيولاتوري ايه سايكلز، فبتؤدي الى ايه وجود استروجين لفتره طويله ايه لفتره طويله قوي، ماشي، فبيعمل اندوميتريال هايبربلازيا، ماشي. طيب ايه تاني؟ لان الاندوميتريوم اصلا بيعتمد في الجروث بتاعه على مين؟ على الاستروجين، ماشي. طيب هتقول طب ليه بيحصل نزيف بقى؟ ما هو عشان في الاستروجين بيزود الفيسلز وبيزود البطانه بتاع الرحم، فالفيسل بتكتر بتكتر بتفرقع، ماشي، وبتعمل نزيف منين؟ من الرحم، لان مش نورمال منستريشن، ده مش نورمال منستريشن. ايه تاني؟ قال لك والله واحده عندها اللي هي البوليسيستيك اوفري او شتاين ليفنثال سندروم، هتقول مش دي بتاعت الاندروجين؟ ما هو اللي في اتنين بيزيدوا، الاندروجين والاستروجين بيزيدوا مع بعض، يعني الاندروجين والاستروجين بيزيدوا مع بعض في نفس الايه الست دي. تمام. فبيؤدي برضو الايه لاندوميتريال هايبربلازيا. ايه كمان؟ قالك والله زي الممثلات والجماعه دول والرقصات والناس اللي هم الحلوين دول، ايه اللي بيحصل؟ طبعا عندها 70 سنه ولا 60 ولا 70 سنه ويعني ونضاره البشره وبتاع، فبتاخد علاج هرموني، بتاخد استروجين، ماشي، بتاخد حاجه اسمها اتش ار تي او هرمون ريبليسمنت ايه ثيرابي. فالهرمون ريبليسمنت ثيرابي ده يعني اول هرمون بتاخده بي ايه بيحافظ على وجود البريست بتاع الكلام ده كله، المنظر العام بتاعها هيبقى ايه، لان راس مالها هو ايه شكلها عموما يعني في الايه في النوعيات دي. فده برضو بيؤدي الى اندوميتريال، الاستروجين بياخده ده بيؤدي الاندوميتريال هايبر ايه هايبربليزي. بلاش واحده عندها يا سيدي ورم في الاوفري، بلاش بقى ايه ولا حاجه من دول. كان في نوع من الاورام كده اسمه جرانيولوزا سيل تيومر وثيكا سيل تيومر، فاكرينهم دول في تيومرز اوف اوفري؟ دول اصلا احنا مهمين جدا دول، ليه؟ بيطلعوا كميه كبيره جدا من الاستروجين ويؤدوا الى اندوميتريال هايبربليزيا وماماري هايبربليزيا، وبعد كده يؤدي لسرطان الاندوميتريوم وسرطان مينها البريست، ده برضو ايه من الحاجات، اورام في الاوفري بيطلع استروجين. بلاش دي. في مصدر تاني للاستروجين في الفيميل السوبرارينال كورتكس، هايبر فانكشن في السوبرارينال كورتكس بيطلع استروجين بكميه كبيره، يعني برضو اندوميتريال هايبربليزيا. ايه كمان ده؟ ايه ده؟ حاجات كتيره جدا. الليفر بايظ، ماشي، الليفر الليفر، ما هو حتى لو عندها استروجين قليل بيطلع من السوبرينال كورتكس، يعني بعد المينوبوز الاوفري خلاص ما عادش بيطلع استروجين، فالسوبرينال كورتكس بتطلع استروجين، ماشي. طيب وبعدين قال لك الاستروجين ده
المفروض بيحصل له ميتابوليزم في الليفر، الليفر بايظ اصلا، ليفر ديزيز. حتى كان في الرجاله بيجي لهم حاجه اسمها جاينيكوماستيا في الليفر ديزيز ده، ماشي تمام. في الستات ممكن يؤدي الى اندوميترا هايبر بليزيا، ماماري هايبر بليزيا، دي كلها حاجات بتزود الايه الاستروجين. فاحنا كده نبص مع بعض كده، الايتيولوجي هرمونال امبالانس وذ انكريز استروجين، ده كده برولونجد انكريز فينها في الاستروجين. قلنا ممكن يبقى ريبيتد انوفيولاتيرو سايكلز، ماشي. ممكن جرانيلوزا فيكا سيل تيومر اوف اوفري، بيطلع كميه كبيره منين؟ من الاستروجين. هرمون ريبليسمنت ثيرابي او استروجين ريبليسمنت ثيرابي في الجماعه الفنانين دول والممثلين، ماشي. سوبر رينال كورتيكال هايبر فانكشن او شتاين ليفنثال سندروم او اسمها البوليسيستيك اوفري ايه سندروم. وبرده زودت معاكم برده لو ليفر ايه، لو في ليفر ديزيز برده ممكن يؤدي الى الاندوميتريال هايبر بليزيا. طيب اليوترس شكله عامل ازاي؟ اليوترس هنا شكله عامل ازاي؟ بصوا معايا كده هنا بقى، هايبربليزيا بقى حجم الاورجان زاد انلارج يوترس، وتيجي تبص على الاندوميتريم من جوه بتلاقي ثيك وطالع منه حاجات زي البوليبس كده، بيقول لك ثيك بوليبويد اندوميتريم بالمنظر ده كده، ماشي. حتى في جار عندكم برضو الاندوميتريال هايبربليزيا، بصوا المنظر عامل ازاي اهو، ده اليوترس اهو، ماشي. وفي بصوا منظر الاندوميتريم جوه عامل ازاي يا اخوانا، في طالع منه زي بروزات كده بوليبويد بوليبس كده بالمنظر ده، شايفين عامله ازاي دي. طيب يبقى من الاخر برضو طبعا الجراد ان شاء الله هنعمل لكم مراجعه عليها باذن الله كده ونظبطها لكم. هنا يبقى اليوترس اللارجد والاندوميتريم ثيك، لان الموضوع كله في الاندوميتريم اصلا، وفي بوليبويد ايه استراكشر كده طالع منه كده ثيك بوليبويد اندوميتريم. طيب مايكروسكوبيكالي ايه اللي هنشوفه؟ بص من غير قبل ما نشرح افتكر معايا كده اللي حصل، استروجين زاد هيعمل بروليفريشن للاندوميتريال جلاندز، خلاص كده. فانت كل اللي هتشوفه increase number of endometrial glands، خلاص increase number of endometrial glands، خلي بالك من الكلمه دي كويس، ماشي. على حسب بقى شكلها هنقسمها، على حسب شكل الجلاندز ماشي واللايننج بتاعها هنقسمها ايه بقى. بص معايا، في عندنا بصوا سمبل اندوميتريال هايبربليزيا مايكروسكوبيك، اللي بقى في انواع سمبل هايبربليزيا وفي كومبلكس هايبربليزيا. ايه السمبل هايبربليزيا دي؟ بص بس قالك سيمبل وذاوت اتيبيا. بص سيمبل شكل الجلاند العام مدوره كده راوندد جلاندز كده، ماشي. وذاوت اتيبيا ان البطانه بتاعتها ما فيهاش ديسبلاستيك تشينجز او اتيبيكالي تشينجز اسمها كده. طب كومبلكس هايبربليزيا الجلاند متطبقه على بعضها وكتيره جدا، ماشي. وذاوت اتيبيا يعني البطانه بتاعت الجلاندز الخلايا بتاعتها ما فيهاش اتيبيكالي تشينج او ما فيهاش ديسبلاستيك ايه ديسبلاستيك تشينجز، ماشي. طيب في بقى حاجة تانية، ممكن تبقى سيمبل أو كومبلكس ومعاها البطانة ديسبلاستيك إيه تشينج، يعني ممكن المنظر ده أو المنظر ده بس البطانة جوه الخلايا فيها ديسبلاستيك إيه ديسبلاستيك تشينج. فإحنا دلوقتي عندنا تلات أنواع، في سيمبل هايبربليزيا، ماشي، في كومبلكس هايبربليزيا أو ساعات بنسميها أدينوميتس، وفي سيمبل أو كومبلكس الاتنين نوعين دول وذ أتيبيا، يعني دي سيمبل وذاوت أتيبيا، كومبلكس او ادينوميتس وذاوت اتيبيا، يعني الخلايا هنا طبيعيه، خلايا البطانه هنا طبيعيه، ماشي. في هايبربليزيا بس طبيعيه، هنا سيمبل بقى او كومبلكس النوعين اللي فاتوا بس معاها ايه اتيبيكال ايه تشينجز فينها في السيلز في البطانه بتاع الاندوميتريال ايه جلانس. طب تعال نشوف كده سيمبل هايبربليزيا اللي بيحصل، انكريز نمبر اوف جلانس، انكريز نمبر اوف ايه اوف جلانس، هو طبيعي لازم انكريز نمبر اوف جلانس ما هي هايبربليزيا، ماشي. طيب والستروما بتوين الجلانز في دنسلي باكد ستروما، ماشي، او دنس ستروما بتوين الايه الجلانز، والجلانز دي مبطنه بكولامنر سيلز هايبر بلاستيك كولامنر ايه سيلز بالمنظر ده، بس فيها اتيبيكال تشينج، لا نورمال سيلز ما فيهاش حاجه خالص، نو اتيبيا. الاتيبيا قصدي بيها الخلايا البطانه نفسها، ما فيهاش اتيبيكال ايه تشينج او ديسبلاستيك تشينج. ايه ديسبلاستيك تشينج دي؟ يعني هايبر كروماتيزم، فيها ليومورفيزم، فيها لوسوف بولاريتي، الميتوز بتزيد، انكريز ميتوتيك فيجرز، ماشي. دي اسمها كلها ديسبلاستيك ايه تشينج، حاجات قريبه من الماليجننت. قريبه منين؟ بس مش ماليجننت، ما لسه ما قبل الماليجننت يعني ديسبلاستيك ايه تشينج. طيب تمام. طيب وبرده في السيمبل دي ساعات بنلاقي جلاند، بعض الجلاند فيها سيستيك دايليتيشن بالمنظر ده، ماشي، وبيسموها سيستيك اندوم سيمبل سيستيك اندوميتريال هايبربليزي، او على طول كده بيسموها حتى في الشريحه عندكم في الكليه اسمها كده سند سيستيك اندوميتريال هايبربليزيا، تلاقي كده سي اي اتش سيستيك ليسمبل اندوميتريال هايبر ايه هايبربليزيا. حتى بيقول لك ان المنظر كده ما تلاقي جلاندز كده واسعه كده وكبيره كده عامل زي الجبنه السويسري. فهنا بص المنظر عامل ازاي، هنا برضو صوره ليها اهي للجلاندز عامله كده. ف
بتلاقي في فراغات كبيره في قلب الاندوميتريوم كده بالمنظر ده، فبيقول لك عامل زي سويس تشيز ابيرنس، عامل زي الجبنه السويسري. عارفين افلام توم وجيري الجبنه اللي الفار بيقعد ايه يسرقها من القط دي ولا جايبها من الثلاجه دي؟ ماشي، هي دي اسمها الجبنه السويسري، اسمها سويس تشيز ابيرنس. ده المنظر اللي احنا بنشوفه في في حالات الايه السيمبل اندوميتريال هايبربليزيا، بس دي وذاوت ايه وذاوت اتيبيا. المنظر المشهور هنا اسمه سويس تشيز ابيرنس. يبقى هنا انكريز نمبر اوف جلاندز، ماشي، بس مدوره، بعض الجلاندز فيها سيستيك دايليتيشن، الجلاند مبطنه بخلايا كولامنر سيلز، نو اتيبيكال تشينج او نو ديسبلاستيك تشينج موجوده فين؟ في قلب الايه السيلز. ماشي، الجلاند وهي كبيره كده المنظر ده بتدي منظر بيسموه عامل زي الجبنه السويسري، سويس تشيز ابييرنس. طيب النوع الثاني اللي هو اسمه كومبلكس برضو وذاوت اتيبيا، لكن المنظر غريب قوي. بصوا الجلاند كترت كترت قوي قوي، ماشي، وكلوزلي باكد توجذر، متكربسه على بعضها، ماشي، والاستروما موجوده بس دنس وكمبريست، الاستروما اللي بين الجلاندز وبعضها، ماشي، كلوزلي باكد وبرانشد ايه جلاندز. فلو طلعت جلاند من دول بره هتلاقيها عامله كده، بصوا شكلها كده، ادي جلاند واحده منهم، بتلاقي الجلاند ايه في بروجكشن كده جواها وهي نفسها مطلعه صوابع بره كده، ادي جلاند اهي، بصوا قرب الصوره شويه، يعني لو خدنا الجلاند دي اهي كل دي جلاند واحده اهي، شايفين عامله ازاي؟ طالع منها زي فينجر لاك بروجكشن كده اللي هي دي اللي بره دي، وفيها انفولدنج كده من جوه، ماشي. فبيقول لك ايه ان الجلاند فيها بابيلاري بادنج او انفولدنج من اللي جوه كده، ماشي، يعني بروجكشن جوه يعني، وفينجر لايك اوت باوتشنج بالمنظر ده كده، يعني بروزات طالعه لايه لبره كده، فينجر لايك بروجكشن كده، وفي بابيلاري كده منين؟ من جوه. ده منظر الايه الجلاندز. طب البطانه بتاعتها برضو ماشي ما فيهاش اتيبيكال ايه، ما فيهاش اتيبيكال هايبر بلاستيك ابيثيليوم وذ نو ديسبلاستيك تشينج او اتيبيكال تشينجز، دي اسمها كومبلكس او ادينوماتوس هايبربليزيا وذاوت اتيبيا. يبقى دي النوعين اهو، سمبل وكومبلكس او ادينوماتوس. في بقى بص معايا نفس المنظر ده اللي هو بتاع الجبنه السويسري ده، ونفس المنظر ده معاهم اتيبيكال تشينج، معاهم ايه؟ يعني الخلايا اللي جوه دي فيها ديسبلاستيك ايه؟ ديسبلاستيك تشينج، هايبر كروماتيزم وليومورفيزم وانكريز ان على سي ريشيو وميتوتيك فيجر، بس مش بدرجه المالجنس، ماشي. طيب بص معايا هنا بقى كده، يعني السيمبل ده ممكن برضو ايه نقسمها لكم احسن. يبقى احنا عندنا كده في سيمبل وفي اتيبيكال وكومبلكس او ادينوماتوس، ماشي. السيمبل هايبر بليزي دي ممكن تبقى او ايه، ممكن وذ او وذاوت، وذ ايه، وذ اتيبيا وذاوت اتيبيا، ما دي الخلاصه بتاعتهم بقى، صح. طب والكومبلكس ممكن تبقى with atibia، ماشي، without atibia، طيب مين الاشهر بقى؟ يعني دلوقتي انت كده انت عندك هنا اربع حالات من الايه من endometrial hyperplasia، صح، اربعهم، ماشي، ممكن تبقى simple with atibia، simple without atibia، complex with atibia، كومبلكس وذاوت ايه وذاوت اتيبيا. طيب الاشهر في السيمبل، ماشي، وذاوت اتيبيا، الاشهر لما بتكون الحاله سيمبل معهاش ايه اتيبيا، نادر لما يكون معاها ايه اتيبيكال تشينج، الاشهر مع الكومبلكس وذ اتيبيا، ماشي. بص معايا كده هنا، يعني السيمبل فيها حالتين، الكومبلكس فيها حالتين، ركزوا كويس جدا في الحته دي، السيمبل ليها حال منظرين والكومبلكس لها منظرين. السيمبل ممكن تكون معاها ديسبلاستيك تشينج او معهاش، الكومبلكس ممكن معاها ديسبلاستيك تشينج او معهاش. طب ايه الموست المور كومن في السيمبل؟ انها تبقى معهاش اي ديسبلاستيك تشينج، نادر جدا ان يبقى معاها اتيبيا، خلاص كده. طب ايه المشهور في الكومبلكس؟ الكومبلكس نوعين، قلنا وذ ديسبلاستيك تشينج وذ اتيبيا او وذاوت اتيبيا. الاشهر في الكومبلكس، الاشهر في الكومبلكس هي تبقى معاها ديسبلاستيك تشينج. ايوه، طيب الديسبلاستيك تشينج دي او الاتيبيكال تشينج، خليها زي كلام الكتاب عندكم اتيبيكال تشينجز، ممكن تبقى على حسب، على حسب ايه؟ ممكن تبقى مايلد ديسبلاستيك تشينج، مودريت ديسبلاستيك تشينج، سيفير ديسبلاستيك تشينج، مش كلام، ولكن السيفير دي بري كانسرس. طب تعمل سرطان ايه؟ هو ده اصلا فين؟ في الاندوميتريوم، صح، كانسر اندوميتريوم، تعمل كانسر ايه؟ اندوميتريوم، خلاص كده، ماشي.
يبقى هقول لكم حاجه بقى. بص معايا كده، يعني عندك دلوقتي 4 حالات من الاندوميتري هايبربليزيا، ماشي؟ 4 حالات منهم سيمبل ويز اتيبيا، سيمبل وذاوت اتيبيا، كومبلكس ويز اتيبيا، كومبلكس ويز اتيبيا. مين فيهم الموست كومن بري كانسرس كيس؟ اللي هي دي، ماشي؟ الكومبلكس ويز اتيبيا دي الاشهر، صح كده؟ تمام كده. طب ما سيمبل برضو مع اتيبيا، ما دي نادره جدا انها تحصل اصلا، ماشي؟ ده كومن في السيمبل ان هي اصلا وذاوت اتيبيا، الكومن في الكومبلكس ان هي مع اتيبيا، يبقى ده اشهر حاجه. يبقى ايه اشهر حاجه ممكن تقلب بسرطان اندوميتريوم؟ ماشي، كومبلكس او ادينوماتوس اندوميتريال هايبر بليزيا وذ اتيبيا. وذ ايه؟ اتيبيا. او اسمع، ساعات بيسموه كده على طول اتيبيكال هايبر بليزيا، اتيبيكال اندوميتريال هايبر بليزيا. يعني ايه نسبه؟ يعني ان دي اشهر انواع منين؟ من الاتيبيا اللي بتحصل مع الكومبلكس. طيب يبقى خلاصه الكلام كده، يعني واحده عندها اندوميتريال هايبر بليزيا، يا جماعه اندوميتريال هايبر بليزيا، ماشي، ايه المشاكل بتاعتها؟ اول حاجه ابنورمال يوتراين بليدنج، صح مش كده؟ هي تيجي تكشف ليه اصلا؟ نزيف كتير والريجولار ابنورمال يوتراين ايه؟ بليدنج، خلاص كده. طيب ايه تاني؟ السواد، ماشي، ان هي تعمل ايه؟ يحصل عندها كانسر ايه؟ اندوميتريوم، ماشي، مالجنسي، ماشي. مين اشهر حاجه تقلب مالجننت؟ الاتيبيكال كومبلكس هايبربليزيا. اي درجه؟ ما احنا قلنا في مايلد مودريت وسيفير، صح؟ اكيد السيفير بتاعتها، مش كده؟ السيفير هي اشهر حاجه ان هي ايه؟ بوتنشالي بري كانسرس او بتقلب بايه؟ بسرطان، ماشي. ده بالنسبه للامراض المهمه جدا 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 في الايه؟ في الاندوميتريوم، ماشي. يبقى عندنا كده مجموعه امراض نخلي بالنا منها واحنا بنذاكر، ماشي. طبعا لسه الاورام بقى ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل باذن الله. الحمى النفاس او يبقى في انفلاماتوري كونديشن، بيربرال سيبسيس، في ابنورمال امبلانتيشن، وده يشمل حاجتين اتنين، درسين اتنين، ادينوميوزس واندوميتريوزس، ماشي، وقسمناها البلفيك واكسترا بلفيك، وابنورمال بروليفريشن، ماشي، اللي هو سميناه اندوميتريال هايبر ايه؟ هايبر بليزيا. طب في الثلاث احوال دول، ماشي، سواء في الانفلاميشن او الامبلانتيشن او الهايبربليزيا، مين فيهم سرطان بيقلب سرطان؟ طبعا هي مين؟ الاندوميتريال هايبربليزيا. واي نوع في الاندوميتريال هايبربليزيا؟ اللي هي الكومبلكس. اي نوع في الكومبلكس؟ اللي معاها اتيبيكال تشينجز، ماشي. وان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله نتكلم بقى باذن الله على الاورام بتاعت مين؟ بتاعت اليوترس. طبعا برضو في ورمين مهمين جدا اللي هي الليوميوما والكارسينوما بتاعت مين؟ الاندوميتريوم. يعني الفيميل ان شاء الله هيبدا يبقى ايه؟ يخف شويه، يمكن الجزء بتاع السيرفكس وبتاع الاوفر ده اللي كان تقيل شويه، ماشي. السلام عليكم ورحمه الله.